دي الرايه الحمراء تشبه شويه للبوري، بس دي بتاعت النيل، دي اسمها رايه، دي بتتعمل ملوحه، دي هنخليلها ملوحه، دي الرايه الحمراء اهي، ما بتزيدش عن كده، ما بتزيدش حجمها عن كده، وبتبقى صبحه وكريستال زي الفل، دي هنخليلها ملوحه، وممكن تتقلي، وممكن تتقلي، بس طبعا هي بيبقى فيها سفه، سفه يعني شوك صغير كتير قوي قوي، فلما بتبقى ملوحه بتبقى احسن، وهي اساسا بتتخلل في الموسم لانها بتبقى بتاكل الاعشاب اللي في البحر، فلما البحر بيقل ويجفف بتطلع بقى، فبيصطادوها، ده موسمها، ده موسمها. قعدت طبعا مع عم حميد وقلت له قول لي بقى حكايه ان السمك البساريه ده كتير قوي الايام دي، الرايه دي كتير، قال لي عشان هي بتبقى لابده في الهيش اللي بيبقى في البحر، لو بامبا بس شكلها بيلمع زي الكريستال، لو لقيت عينها مخفوسه ولا ما بتلمعش ما تجيبيهاش، تبقى بايته. هنيجي للسمك الراي، نفس الطريقه دي ممكن تعملي بيها السمك البوري، تعمليه فسيخ، ممكن تعمليه مقفول، تخللي الملوحه دي مقفوله زي ما هي كده، بس بقى لو مقفوله، لو مقفوله هتغطي، يعني ده ملح وشطه، ملح وشطه، هنقلبهم بس ببعض كويس. في ناس بتحب تعمل الملوحه مقفوله، انا عن نفسي بحبها مفتوحه، يعني والمفتوحه احسن، لما تطلعي قلبها ما تعملش ريحه، لان يعني كتير قوي في اسكندريه وبورسعيد والساحل يقولوا لا احنا بنعملوها مقفوله ولازم تبقى مقفوله عشان يبقى ليها طعم، انا بحبها يعني قولوا لي اني الاحلى، انا دي مقفوله، عاوزه تعمليها مقفوله براحتك، كله بقى انا بحبه مفتوح، بنضفه كويس قوي زي اللي هيتقلي او اللي هيتشوي، بنضفه كويس، بقصها، بطلع بقصها بالمقص واطلع بطنها، بس بتسيبي كل القشر اللي بره ما بتشيلهوش، هو يا دوبك تروحي فاتحه بطنها ومطلعه اللي جواها، وتغسليها كويس قوي، تغسليها كويس بالليمون وبالميه وتصفيها، وتصفيها، ونبتدي نحشي كده، احشي بقى من اول، وما تشيليش، بصي نضفي بطنها بس ما تشيليش المغشوش اللي هو في المناخير، هوريه لكم دلوقتي بس اما اجيب الاكياس اللي احنا نخللها فيها عشان ما تعملش ريحه، لازم بنحطها في اكياس، اكياس بيضه مش اكياس سودا، اكياس بيضه. اللي ما يحبوش ما ياكلوش. هتملي من اول ما فتحتي كده لحد المغشوش كده فوق اهو، كده كده اهو، بس حاجه تانية نحط فيها عشان اوريكم يتقفل ازاي، ده من جوه، وتروحي جايه من بره ومدرمغاه كده في الملح والشط، ونركب وغيره، تدرمغيه كده من بره ومن جوه، وما تشيليش المغشوش عشان المغشوش هيسويه معاكي احسن اهو، املي قلبه كله، اللي عاوزه مقفول هيحط عليه الملح والشطه ويقفل عليه في اكياس وبرطمان ما يدخلوش هوا، وهيبقى معاه زي الفل برضه، اللي عاوزه كده ماشي واللي عاوزه كده ماشي. اكبسيه ملح كويس قوي. مصطفى بيقول لي في واحده انت ما درمغتيهاش، حاضر يا مصطفى هدرمغها لك دلوقتي، هي دي اهي هدرمخ. ده المقفول اهو، اللي عاوز يعمله مقفول براحته، عاوز يعمله سليم مفتوح براحته. هنيجي بقى نشوف هنقفله ازاي. اغسل ايدي بس عشان ايه نعرف نمسك الاكياس ما تبقاش ملحوسه. دي اكياس ثلاجه عاديه بيضه وبرطمان ازاز ناشف، مغسول كويس وناشف، مغسول كويس وناشف، على قد الكيس بقى احط، يعني ايه على قد البق ده، يعني على قد ما يسقطوا اهو، الكيس الابيض ما بيخليهوش يخش له هوا وبيبقى حلو،
يعني دول مثلا ثلاثة، ادي أربعة اهو اهو، دقيهم في بعض عشان ما يبقاش فيهم هوا خالص وريحته ما تعفنش اهو، دقيهم في بعض كويس قوي اهو، طلعي الهوا على قد ما تقدري كده اهو، واربطي اهو. وتحطيه راسه تحت، تحطيه راسه لتحت. بتلاقي الست هي بقى دلوقتي ما كملتش الحلقه زمانها، قالت ايه يا غاليه ده، بتلاقي ما بتحبش الفسيخ، وقامت وسابتنا. بس لما يستوي وتجيني هنا ان شاء الله هيعجبك قوي اهو. الكيس اللي هتحطيه فيه كيس ابيض، ما تحطيش فيه كيس اسود ولا كيس ملون، كيس ابيض من بتاع التلاجة. وخرجي الهواء كده اهو، واتكي عليه قوي عشان ما بقاش فيه هواء، اتكي كده جامد ودكيه ببعضه اهو اهو. تعالي من هنا واربطي، لفي كده وراسه لتحت، راسه لتحت ليه؟ عشان ينزل كل ميته وكل زفرته، ودكي كده. هناخد الباقي. الراية موجودة دلوقتي عشان قلنا الجفاف، النيل جافف. لو ما لقيتيش ممكن تعملي بنفس الطريقة البوري، بس برضو جيب البوري المعقول مش كبير قوي عشان ما ياخدش منك سوا كتير ويقعد كتير معاكي. كل ما يبقى يعني حجمه حلو هيبقى كويس. التك جامد، عشان طول ما انت بتتكي خدي على بره كده عشان الهواء يخرج، خدي على بره كده عشان الهواء يخرج. راس الفسيخة تبقى تحت عشان خاطر المية الزفرة كلها تصفي في القعر، تنزل من الدماغ مع المغشوش تصفي في القعر اهو. ودكي كده. لو عندك برطمان بيقفل كويس ومش هيدخل هوا خير وبركه، زي بتاعي كده، حطي كيس كده واقفلي كده اهو، هيبقى زي الفل. وما تحطيش ميه، هو هينزل ميته. لو حطيتي نقطه ميه هيعفن. ما تحطيش مية، أي سردين مخلل، أي فسيخ، أي ملوحة، ما تحطلهاش مية.